أسيادة والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد، محاور ثلاث للنقاش الليلة. في الأول نتحدث عما يحدث في طهران وطائرة الرئيس الإيراني المفقودة حتى اللحظة والمحاولات الجاهدة لإنقاذه. في المحور الثاني نتحدث عن التحديث الاقتصادي، الموارد المتاحة، وبالتحديد موضوع إجازات موظفي القطاع العام. وأخيرا نبحث آخر التطورات في قطاع غزة سياسيا وعسكريا. في المحور الأول، خبر سقوط طائرة الرئيس الإيراني أو هبوطها اضطراريا إبراهيم رئيسي بالقرب من الحدود الإيرانية مع أذربيجان أثار زوبعة من التساؤلات حول مصيره ومن معه في الطائرة التي كان أبرز مرافقي الرئيس الإيراني فيها حسين أمير عبد الهيان وزير الخارجية ومالك رحمتي حاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية. للوقوف أكثر حول هذا الموضوع وتفاصيله أرحب بضيفي من لندن مباشرة، الخبير العسكري الباشا مأمون أبو نوار. باشا مساء الخير. مساء الخير أهلا وسهلا. أولا باشا، الأنباء تتوارد الآن، الخامنئي يتحدث عن الدعوة للرئيس بالسلامة ويتحدث أن البلاد ستسير أمورها بشكل طبيعي، لكن التساؤل كل التساؤل عن الطائرة MI-171 التي كانت تقل الرئيس الإيراني وما تحمل هذه الطائرة من تقنيات قد تساهم في العثور عليها. يعني بعلم الطيران لا يوجد صح وخطأ في إجراء صحيح، والطائرات لا تسقط هكذا من السماء، لابد أن يكون هنالك سبب أدى إلى سقوط هذه طائرة الهليكوبتر اللي هي MI-171. هي لن تكون لغزاً كباقي الطائرات التي لم يجدوا حطامها، أدام الحطام موجود والنقطة اللي سقطت فيها موجودة سوف يعثروا على هذا الحطام حتى لو بعد يعني مدة، لأنه حالات الطقس اللي موجودة هناك عندهم صعبة والليل جاء، فمن الصعب بمكان إيجادها، لكن لن تكون لغزا لمعرفة الحقيقة من الحقائق. يعني عادة بهيك حوادث بجمع الطائرة يعني القطعة تبعها وإلى آخره، بيعملوا هيكل إلها وبيعيدوا القطع هاي نفسها على الهيكل حتى كأنها ترجع طائرة اللي بتشبه الـ171 الماي. فلابد من يعني لوجود هذا الحطام وتركيبه لموت، بتأخذ هاي يعني فترة من الزمن عمليات التحقيق، لكن الخيارات والاحتمالات مفتوحة والتحليلات كثيرة تسير، وبهذا الوقت لأنه يعني من الصعب بمكان إيجاد إجابة على أسئلة الناس. الكل بيحب يعرف شو اللي صار بهذه الطائرة، لكن أنا قلت هذا يعني أنا كما تابعت الأخبار كما تابعتم حضرتكم أنه في طائرتين مرافقتين لهذه الطائرة، عادة تشكيل بكون هذا التشكيل من طائرات الهليكوبتر. يعني أنا أستغرب لماذا لم يهبطوا هاتان الطائرتين الهليكوبتر التانيين بجانب الكراش. هل الطيار ما في كان نداء استغاثة؟ يعني ما أحد يذكر هذا. هل كان هنالك أشياء فوق طاقته أو أدت إلى هذه الكارثة؟ هل هي خبر يعني سبب بشري طيار؟ الإجراءات اللي اتبعوها أم أسباب أخرى لا نعرفها؟ يعني هنالك من يربط أنه ضرب إيران. نعم بس باشا، في هذا الإطار الطائرة كان معها طائرتين مرافقتين، فالأصل أنه في حال سقوط الطائرة تبين بالضبط أين مكان سقوطها وتحدث الإحداثيات، يمكن للطائرات المساندة في هذه الحالات، صحيح غير صحيح؟ أم أن الحالة الجوية يمكن لها أن يعني تعيق الطائرات المرافقة أيضا لطائرة الرئيس؟ لا أبدا، يعني عادة في تشكيلات الطائرات، وأنا بحكي لك إياها عن خبرة، حتى لو كان في ضباب أو غيوم بيقربوا على بعضهم البعض وبضلوا يعني مدى الرؤية شايفين بعضهم البعض بغض النظر عن الضباب الموجود. فأنا لذلك أقول لك أستغرب أنه كيف ما هبطوا مع طائرة الرئيس، أم أنه يعني الطائرات هاي غير مزودة يعني عمليات أنها لا تسطن بجبل أو آخره، ما فيها الجي بي إس كامل إلى آخره. هي طائرة شوي قديمة MiG-171 نتيجة يعني الحصار اللي صاير على إيران أيضا،
في عليها تشديدات بهذا الخصوص، لكن صيانتهم هؤلاء، يعني إيران دولة يعني صاعدة بالتكنولوجيا، بتصنع طائرات مسيرة وما شاء الله عليها، يعني ممكن أن تعمل تطوير لهذه الطائرة. هذه طائرة رئيس، يعني يجب أن تكون محمية بالأرض، يجب أن تكون صيانتها عالية جدا، المرافقين اللي معاها بالطائرات الأخرى يعني حرس وإلى آخره ومسؤولين أيضا، فيجب أن تكون يعني ما في مجال لهذا الخطأ اللي صار، لكن لا أحد يعرف لغاية هذا التاريخ. فممكن أن تأخذ وقت لإيجاد الحطام، أنا أقول بهذا، لأنه يعني المشي على الأقدام والهلال الأحمر، وحتى لو معهم الجي بي اس وإلى آخره، سوف يأخذ وقت للحصول على الحطام هذه الطائرة. نعم باش، اسمح لي أيضا في ذات الإطار الآن الحديث أيضا أن عمليات الإنقاذ بمعنى المروحيات والطائرات المسيرة التي حاولت التوجه إلى الأماكن التي تحيط في مكان سقوط طائرة الرئيس الإيراني حتى اللحظة لم تتمكن من الوصول وتم سحبها، وهناك الحديث عن تفعيل الاتحاد الأوروبي للخرائط للبحث عن حطام أو عن طائرة الرئيس الإيراني. هل هذا اليوم بناء على الحالة الجوية التي تشهد ضبابا وبرودة شديدة في الأجواء هل هذا ممكن؟ يعني الطائرات المسيرة تستطيع أن تقوم بمثل هذا الدور، بغض النظر عندها الكاميرات الرادارية تستطيع أن تنظر في داخل الغيوم ولا آخره وتعرف الموقع، يعني أو ممكن تصله في تصوير راداري، يعني يستطيع أن يصله، لكن صعب الوضع اللي هن فيه حاليا، صعب جدا، راح تأخذ وقت لإيجاد الحطام الطائرة. يعني هذا بدل عادة نداء استغاثة لم يستطع أن يقوم به الطيار، ثانيا يعني المكان، الآلات الموجودة في هذه الطائرة يعني عادة بتبث بهيك مواقع يعني لتثبيت مكانها أين سقطت، ولذلك يكون من السهولة بمكان إيجادها، لكن بهذه الطريقة صعب. نعم لكن يعني باشا لا يوجد في هذه الطائرة صندوق أسود صحيح؟ لا ما في، بس لكن في حساسية الميكروفون والحديث بين الطيارين تطلع بالريكوردينج تبع أيضا، بغض النظر أنه فيها بلاك بوكس أو في تكنولوجيا متطورة الآن، حتى لو كانت العامل الإسقاط خارجي بنسمع الصوت وبنسجل بين الطيارين بشكل عام، فيعني صعب يعني يكون غير ناضج أني أصل إلى نتيجة أقول والله السبب هكذا، لكن الإجراء أنا أحكي كإجراء طيار تطلع في جو ضبابي بمثل هكذا، يعني عليه علامة استفهام، يعني خطأ في التقدير، لا هذه يعني إجراءات يعني الطقس غير مناسب لا نخرج إلى آخره. أيضا يعني ما بنعرف هدت هي وين أول مرة في الحدود الأذربيجانية، والعلاقة بين أذربيجان وإيران يعني باردة شوية، يعني يتهموا بعضهم البعض وإلى آخره من فعوامل كثيرة، لكن ممكن أن تكون بشرية فنية، أنا أستبعد خارجية يعني ضرب صاروخ أو كذا من النوع، هي تقع في يعني هاي يعني يجب أن تقع ضمن المعايير العلمية. نعم. في علم الطيران أيضا. نعم أشكرك كل الشكر الخبير العسكري الباشا مأمون أبو نوار، كنت معنا مباشرة من لندن، كل الشكر لك. أرحب بضيفي أيضا مباشرة من طهران مهدي عزيزي الباحث في الشؤون الإيرانية. أستاذ مهدي مساء الخير، هناك الكثير من المعلومات التي ترد من طهران حول ما يحدث من عمليات بحث وإنقاذ لطائرة الرئيس الإيراني والذي كان يرافقه فيها وزير الخارجية الإيراني، وهناك أيضا الحديث عن صادر من الخارجية التركية ومن دول عديدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساندة والدعم لطهران في عمليات البحث والإنقاذ للرئيس الإيراني. آخر التطورات لديك تحديدا مع التصريحات الأخيرة للخامنئي، تفضل. تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. حقيقة ما يعني ما حدث اليوم يعني بالسبب كان يعني كانت أكثر يعني مما أكثر يعني بالناحية الفنية بالطائرات بالمروحيات بالمواصفات الفنية، كان بسبب الظروف الجوية والطقس وخاصة الذباب المكثفة في المنطقة التي يعني
تم حبوط يعني إسقاط المروحية التي كانت تحمل الرئيس الإيراني ووزير خارجية ومحافظ أذربيجان الشرقي وأيضا إمام جمعة أذربيجان يعني والوفد المرافق يعني. الظروف الجوية يعني الآن يعني حتى الآن أنا أحكي معكم أكثر من 40 فرق الإنقاذ يعني وسيرا على الأقدام يعني الصعب يعني المركبات وحتى يعني بالمساندة الجوية صعوبة جدا بسبب الظروف الجوية. وحتى الآن كل القوات المسلحة الإيرانية من الجيش من الحرس من الشرطة والقوات الخاصة كلها متواجدون في المنطقة، ولكن يعني كان هناك أخبار يعني ممكن بعد نصف ساعة يكون هناك معلومات على مكان الحادث مكان المروحية التي تم يعني سقوطها اليوم يعني. ولكن المهم أنا يعني يجب ضروري أن أطرح هذه المسألة مهمة جدا. هناك بعض في يعني الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي يحاول ربط ما حدث اليوم يعني بالنسبة حادث يعني حادث يعني ممكن يحدث لي يعني في أي وقت يعني بالموضوعات وال يعني الموضوعات الهوامش والسياسية، وهذا ليست يعني صحيح 100% أبدا يعني. المسألة يعني بالنسبة للظروف الجوية ومن الناحية الفنية والمروحيتين اللتين ترافق المروحية التي كانت تحمل الرئيس الإيراني كانت تحمل أيضا بعض الوزراء يعني لم كانت يعني من أجل مرافقة المروحية الرئيس الإيراني. هذه المسألة مهمة خاصة بالنسبة ما يعني تحدث عنه ضيفكم الكريم من لندن بأن هناك يعني علاقات باردة بين إيران وأذربيجان، وهذه الموضوعات يعني أنا أعتقد من الهوامش يعني. هذه المسألة سواء يعني النتيجة نحن حتى الآن لا نعرف النتيجة يعني لا نزال متفائلين على كل حال على كل يعني الظروف الصعبة والظروف الجوية حتى تعيق عمليات الإنقاذ يعني رغم هناك محاولات من كل يعني المؤسسات والمنظمات الإيرانية والتواجد من كل القوى الشعبية والجيش والحرس، ولكن الظروف وتبنى أنتم يعني من أجل يعني تعرف معلوماتكم من هذه المنطقة في شمال إيران هذه منطقة جبلية وفيها الغابات المكثفة والذباب المكثفة اليوم والظروف الجوية صعبة جدا ومرتفعة فيها صخور يعني في مكان الذي تم إسقاطها يعني عفوا سقوط هذه المروحية الصخور أكثر من 70 متر يعني موجود ومنطقة جبلية مرتفعة جدا يعني. نعم وأنا أعتقد يعني على كل حال هناك نحن متفائلون أكثر يعني من مع حتى الآن، ولكن مع الأسف يعني فريق الإنقاذ لم يصل إلى مكان الحادث، ولكن هناك معلومات تفيد بأن الفريق سيصل إلى مكان الحادث بعد نصف ساعة. على كل حال كل جهود مركزة على نعم وصول إلى مكان الحادث سيد مهدي ومتفائلين. نعم اسمح لي التعليق الأول لخامنئي كان أن الأمور في البلاد تسير بشكل جيد مع تمنياته أو طلبه من الإيرانيين بعدم القلق على البلاد والدعوة بسلامة الرئيس الإيراني، وهناك حديث أيضا من بعض وسائل الإعلام عن انتشار للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني في محيط المؤسسات الرسمية الإيرانية، هل هذا صحيح؟ ابدا يعني حقيقه يعني انا يعني الان في طهران وفي يعني في مدينه طهران وفي مدن الايرانيه هناك قلق يعني من اجل سلامه الرئيس يعني هذا عادي يعني كل المواطن يعني ممكن هناك من المعارضين ما عندهم قلق، ولكن المواطنين بالداخل بالشارع الايراني لحياه عاديه حقيقه بصراحه حياه عاديه، ولكن هناك قلق يعني للمواطنين من أجل سلامة الرئيس والوفد المرافق. لا يوجد هناك يعني في مكان
حتى في مكان الحادث ولا حتى في يعني في الشوارع. هذا طبعا ليس صحيح، لان كما كان هناك في شبكات التواصل الاجتماعي، النظام الايراني والحكومه الايرانيه لا تعتمد على الاشخاص. يعني نحن هناك عندنا تجربيات يعني اكثر يعني من هذه الحوادث يعني، ولكن نحن متفائلون. ولكن على كل حال يعني هذه الحوادث كانت موجوده دائما. يعني النظام الايراني لا يعتمد على شخص، يعني حتى بالرئيس او بالنظام الايراني كالمجموعه يعني تحتفظ بسيادتها، ولا يعني كما يعني ليست يعني الاجواء ليست ابدا لا امنيا ولا سياسيا، ولا هناك انتشار الحرس والجيش يعني بالمنظمات ابدا. ولكن ضروري يعني عاده اذا انتم يعني عندكم في البلد مشكله، طبعا انتم تحتاج ان تنضبط يعني النظام الاجتماعي والامني، هذا من المؤكد يعني في اي بلد يعني. ولكن هذه الاخبار ليست يعني كما تفضلتم بان هناك انتشار مكثف من قبل الجيش والحرس، ابدا هذه الاخبار عار عن الصحه والاساس. نعم، العين كلها موجهه استاذ مهدي لنائب الرئيس محمد مخبر، وايضا اللواء محمد باقري، ووزير الداخليه احمد وحيدي. هؤلاء هم الرجال الثلاثة الذين تتوجه لهم الأنظار الآن، وتحديدا النائب محمد مخبر الذي قد يكون في حال يعني كان مصير الرئيس مجهولا أو عثر على الطائرة المروحية وكان الرئيس مصابا إصابات بالغة، وهذا ما يتم تداوله حتى اللحظة من أنباء غير مؤكدة كونه لا أحد وصل الطائرة. لكن محمد مخبر هو من ستولى إدارة شؤون البلاد 50 يوما، صحيح ذلك وفق الدستور الإيراني؟ وفق الدستور الإيراني النائب الرئيس الإيراني سيتولى يعني الرئاسة والحكم، يعني هذا دستور واضح يعني في أي حدث، يعني الاستقالة إقالة وكل حدث، يعني هذا في الدستور الإيراني واضح، وليس يعني يعني هناك ليس الفراق السياسي بالنسبة للرئاسة الإيرانية حتى يجدد الانتخابات. ولكن المهم الرئاسة الإيرانية ينتهي بعد السنة، يعني ما يعني عندنا وقت سنة واحدة حتى الدورة الأولى لرئاسة السيد إبراهيم رئيسي. ولكن نحن متفائلون، ولكن هناك وفق الدستور النائب الإيراني نائب الرئيس الإيراني سيتولى مهام الأمور حتى إقامة الانتخابات وتجديد الانتخابات من أجل انتخاب الرئيس، وهذه وفق الدستور الإيراني. على كل حال أنا أعتقد رغم نحن كل هذه الجهود ونحن متفائلون أيضا، ولكن يعني ربما هناك يعني ما عندنا أخبار جيدة. يعني أنا أعتقد رغم هذه الساعات المتأخرة وعدم وجود رادارات وعدم وجود الإشارات الفنية من المروحية، نعم، وأي يعني أكثر، يعني هذا يؤكد يعني المؤشرات ليس مؤشرات إيجابية على كل حال. ولكن لا يوجد بعض، هذا مهم أخي الكريم، البعض الآن المسألة الحدث بالنسبة مروحية الرئيس الإيراني يعني، ولكن هناك يعني من الآن بدأت محاولات من أجل تسييس هذه المسألة، وبعد يعني من أجل محاولات من أجل زعزعة البلد يعني. وحتى نحن سمعنا مثلا بنسبة ارتفاع أسعار الدولارات والذهب وبعض الأشياء يعني في بعض الإعلام بالداخل من أجل استخدام والاصطياد في المياه العكرة، يعني هذا موجود. يعني طبعا يعني نحن نواجه من الآن الحرب الإعلامي والضغوط الإعلامي من داخل ومن خارج، هذا عادي يعني دائما نحن عودنا. ولكن على كل حال هذه مسألة فنية بحتة يعني. طيب، أنا بصراحة أقول من يعني يتحدث أن هناك مؤامرة إسرائيلية أمريكية اختيار الممارسة التدميرية من قبل بعض الدول، هذه ليس صحيحة أبدا يعني، ويطرح من أجل تدمير العلاقات الإيرانية والدول ودول الجبار، خاصة بالنسبة لبعض الدول التي ذكر ضيفكم كريم، هذه ليس صحيح.
وهذه مسألة أنا من ناحية فنية طيب والظروف الجوية. نعم سيد مهدي، تظهر حركة الطيران على الشاشة مباشرة، وهناك يعني لا يوجد طيران في المنطقة التي سقطت فيها أو هبطت فيها طائرة الرئيس اضطراريا، هذه الصور المباشرة لحركة الطيران في المنطقة، واضح أنه لا يوجد حركة طيران في المنطقة. وهناك أيضا حديث عن لواء صابرين من الحرس الثوري تحرك إلى المكان لتقديم المساندة اللازمة، وحديث أيضا عن اجتماع لطلبه نائب الرئيس محمد مخبر لبحث الجهود التي تبذل ل يعني متابعة حدث الطائرة الرئيس الإيراني. هل هناك أي تفاصيل حول هذا الموضوع؟ أنا أعتقد يعني ما حصل يعني كانت الظروف، ممكن كنا هناك أخطاء يعني من الناحية الأمنية والفنية قبل يعني إقلاع هذه المروحية، خاصة في ظروف الجوية يعني، وكان هناك تحذيرات من أجل الظروف الجوية الخطرة في هذه المنطقة. أنا أعتقد يجب أن لا يعني لا ننسى هذا الموضوع، مهم جدا يعني على كل حال. ولكن هذه كما ذكرت يعني هذه المنطقة منطقة يعني خطر جدا من حيث الجغرافيا، يعني جغرافيا الجبلية ومرتفعة. كل الجهود مركزة يعني السيارات والمساندة الجوية لا يمكن في هذه الظروف أبدا يعني، وحتى بنسبة بعض المسيرات يعني بنسبة الذباب المكثفة جدا لا يمكن هناك تصوير يعني الكشف والوصول، وأما حتى التصوير من مكان الحادث شيء آخر يعني. كل ما نرى اليوم وحتى هذه لحظة وأنا أشاهد التلفزيون الإيراني مباشرة يبث هذه المشاهد مباشر من يعني قريب من مكان الحادث، حتى عد يعني أمتار يعني عدة أمتار نحن لا نستطيع أن نرى أي شيء يعني، الضباب المكثفة والأمتار غزيرة جدا يعني، حتى هذه لحظة شدد المشكلة يعني وتعيق استمرار عمليات الإنقاذ يعني، وهذه يحدد حياة الرئيس الإيراني ووفد المرافق يعني. إذا كنا متفائلين في حال إن شاء الله حياتهم، ولكن يحدد يعني حتى هذه الساعات. ولكن على كل حال حادث مؤلم جدا، نعم، وخاصة سيد إبراهيم رئيسي دائما هو تعود أن يكون يعني بين الناس في محافظات، يعني يسافر من أجل مشروعات وافتتاح المشروعات في القرى والمدن الإيرانية، وخاصة في تعزيز العلاقات الإيرانية والأذربيجان. وعلى كل حال أكثر من 40 فرق الإنقاذ المتوجهون احنا وصلوا إلى سيد مهدي نتابع صور مباشرة أيضا من غرفة العمليات الخاصة لمتابعة حادثة طائرة أو طائرة المروحية التي تقل الرئيس الإيراني. وهناك تساؤل مهم، واسمح لي يعني إذا كان لديك هناك معلومات حول هذا الموضوع سيد مهدي. هناك أيضا من تحدث عن وزير الخارجية الإيراني، وأن وزير الخارجية هو رجل مرحلة مهم في إيران، وغيابه عن المشهد قد يؤثر على السياسة الخارجية الإيرانية، لأن حسين أمير عبد اللهيان يعني كان يتحكم في كثير من تفاصيل الخارجية الإيرانية. نعم مع الأسف يعني عادة يعني، بس لأن كان يعني ضمن برنامج السيد إبراهيم رئيسي العلاقات والزيارات المتبادلة مع الجانب الأذربيجاني، هذا من هذا السبب يعني كان يرافق السيد إبراهيم رئيسي الدكتور أمير عبد الله، وهو شخصية دبلوماسية، وخاصة في هذه الظروف يعني في هذه الظروف نحن سمعنا أخبار عن محادثات إيرانية ويعني بواسطة عمان سلطنة عمان ومحادثات إيران وأمريكا. نعم ممكن هناك يحدث الفراغ السياسي حتى في سياسة خارجية، ولكن على كلها يجب أن ننتظر حتى نرى نهاية المطاف. ولكن على كلها هناك انسجام بالداخل المجموعة الإيراني، ممكن يحدث خلل أكيد يعني، من يعتقد لا يحدث خلل يعني هذا
ليس من الوارد يعني أكيد نعم هذا الحادث يعني سيسبب خلل في النشاطات السياسية والدبلوماسية الإيرانية، خاصة في هذه الظروف. فإن نحن أنا حقيقة كمواطن ليس يعني كمحلل سياسي شعرت بالتقدم والتطور علميا سياسيا دبلوماسيا من الرئيس الحكومة الإيرانية الجديدة، خاصة في النظرة إلى دول الجوار وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية والعربية، والنظرة إلى الشرق واستخدام الإمكانيات نعم كل الإمكانيات من أستاذ تجريف مهدي، بسؤال وسلام. أخير، هناك بعض وسائل إعلام إيرانية تتحدث بأنه تم التواصل مع أحد ركاب طائرة الرئيس الإيراني وأحد أفراد الطاقم، هل هناك معلومات دقيقة حول هذا الموضوع وفق التلفزيون الرسمي الإيراني؟ نعم، هناك يعني في شبكات يعني في وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية بأن آخر اتصال كان مع سيد آل هاشم، وهو إمام جمعة أذربيجان، كان يرافق أمير عبد الله أيام السيد إبراهيم رئيسي في طارة، وكان اتصال يعني ثواني، عدة ثواني فقط، وبعدين فقدت كل الاتصالات يعني. وحتى سمعنا هناك إشارات من جانب الحارس الشخصي للرئيس الإيراني الذي كانت في داخل مروحية بالرادارات يعني عبر أقمار الصناعية. هذه نعم قبل يعني قبل ساعتين هذه الأخبار تم نشره في داخل إيران، نعم، ويبدو يعني لكن سيد مهدي لا جديد في هذا الإطار، أقصد أنه لا تواصل الآن مع أي من أفراد لا طاقم أبدا الطائرة. أبدا يعني حتى هناك أجهزة في داخل المروحية يعني لا يمكن تحطيمها يعني على كل حال، وحتى يعني لا يمكن الوصول، وحتى بالأقمار الصناعية والتكنولوجيا الخاصة بالنسبة يعني بجانب الفرق الإنقاذ حتى الآن لم يتمكن من الوصول على أي إشارة من المروحية نعم وركاب يعني الحتم. نعم أشكرك كل الشكر من طهران مباشرة، كنت معنا الباحث في الشؤون الإيرانية مهدي عزيزي، شكرا جزيلا لك.